نبي نحدد المخالفة، يعني اللي يوقف مثلا عند باب بيتهم مخالف، اللي تمشى بالفريج مثلا مخالف. والله اختي حصة، يعني الحظر واضح وحق كل الناس هنا يا جماعة، يعني هو الهدف منه هو المحافظة على شنو؟ على المنظومة الصحية، المحافظة على أن ما يكون في تجمعات، المحافظة أن يكون ما في اختلاط، فكل واحد يكون في بيته، يعني بعد الساعة 5 يعني جميع الأخوة يكونون في منازلهم، يعني في بيوتهم، ويعني ما في يعني اللي يطلع للحالات اللي هي ضرورية، اللي هو مثلا لا سمح الله محتاج مثلا مساعدة، محتاج. وكذلك يعني احنا وفرنا يعني وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة المدنية، الابلكيشن هذا كذلك في هاتف الامان 112 للحالات الإنسانية، ويعني متواجدين احنا وياكم متواجدين لأي يعني مثلا شغله انسانيه او امر انساني او امر طارئ، احنا متواجدين فعلا. يعطيكم العافيه وعلى دوركم الفعال اللي قاعد تقومون فيه.